أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الأحد 19 سبتمبر أيلول 2021. سوف تشعر أنك مبدع للغاية اليوم. أنت تقدر كل الأشياء الجميلة وتريد إنشاء شيء جميل. اليوم مناسب بشكل خاص للفنانين، ومع ذلك من الضروري إكمال المشاريع التي تبدأها اليوم. وقد تبدأ فجأة في الشعور بالانكماش، وهو أمر شائع بعد موجة من الإبداع، وقد يجعلك تشعر بالاكتئاب والفراغ دون سبب. عاطفيا، حاول إجراء محادثة مع شريكك لم تتحدث كثيرا في الواقع، وكنت مشغولا بالاستمتاع بعلاقتك والتعامل معها باستخفاف، لكن قد حان الوقت للذهاب إلى مكان جديد، ويفضل أن يكون بالقرب من الطبيعة بحيث يأخذ الجمال الطبيعة مجراه الطبيعي الخاص لملء قلبك بالعواطف، وبالتالي مساعدتك على الانفتاح. علاقتك ستصبح أقوى. مهنيا، اليوم مثالي للقيام بمشروع تجاري جديد. ربما كنت تفكر في هذه الفكرة لبعض الوقت الآن، ولا يوجد وقت مثل الوقت الحاضر لتنفيذها. ستأتي فرصة جديدة تطرق بابك، وستكون جميعها تقريبا حقيقية. إذا اتخذت القرار النهائي فسترى أن معظم المشاكل الأخرى التي تقلقك قد اختفت. صحيا، ستكون أفضل حالا اليوم سواء في المنزل أو في العمل. إذا دخلت في شراكة قد تواجه الجهود الفردية عقبات تبدو غير قابلة للتفسير ويستحيل إزالتها. العمل كفريق سيقطع شوطا طويلا في إبطال هذه الكتل. سينتهي التعاون وجهود الفريق بالنجاح بالنسبة لك في أي مشروع. توقعات برج الدلو للرجل. لا بأس إذا أهملت بالفترة الأخيرة بعض الأصدقاء أو المقربين، لكل شخص ظروفه بكل تأكيد. ولا بأس اليوم ببعض الزيارات أو الاتصالات التي من شأنها الترويح عن نفسك قليلا. قد يكون مساء هو الوقت الأنسب لذلك. توقعات برج الدلو للمرأة. تحملين الكثير من الطاقات المختلفة الإيجابية منها والسلبية، لكنك قادرة على طرد أي فكرة سلبية من عقلك وزيادة طاقتك الإيجابية بقرار واحد منك. تفائلي وانطلقي ولا تفكري سوى بتحقيق أحلامك وأهدافك. تذكري أن تكوني متسامحة وأن تتجاهلي كل ما يثير إزعاجك. صحيا، عليك زيادة معرفتك بما يتعلق بأمور البشرة والاهتمام ببشرتك أكثر من ذلك. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 يناير إلى 30 يناير. عن قريب ستواجه تحديات وعراقيل صعبة، وقد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيا للإخلال بتوازنك، وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة. توقعات العلامة الثانية مواليد 31 يناير إلى 9 فبراير. من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك إذا حافظت على رابطة جشأك وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 10 فبراير إلى 18 فبراير. سيتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال. إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، فقد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للخروج للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، وسوف تخرج منها بدروس.